انا كنت عكسك تماما. انا كنت كل يوم بجرب اكله جديده وحته جديده. يا ده انت على كده مرتاحه قوي بقى. قوي قوي. في حاجه؟ لا لا مفيش. قولي لي بقى الحقيقه، غيرت رايك وساعدتيني دي؟ صعبت عليا فعلا. طب يا رب افضل اصعب عليك على طول. تصدق شخصية ليلى رضوان في سوس بالعربي أنا حبيتها قوي، يعني بجد حبيتها لأنها مجتهدة، بتحب شغلها، حابة أن هي تجتهد أكتر وأكتر وتشتغل أن هي توصل لحلمها وتحقق طموحاتها في أن هي تبقى محامية كبيرة وليها اسم كبير بعيدا عن اسم باباها الكبير يعني في المحامية. ودي حاجة، ده خط أنا خدته من الشخصية الحقيقية اللي هي ريتشل في السوس الأصلي، وحبيتها وخدت كام حاجة تانية يعني من الشخصية الأساسية وضفت لها برضو حاجات من عندي. يعني هي لو الناس اللي اتفرجت على سوس الأصلي هتبقى عارفة الخط الدرامي بيتحرك ازاي يعني وإيه اللي بيحصل فيه، بس أنا متحمسة كمان قوي للناس اللي هي ما شافتش سوس الأصلي، فبحب قوي أسمع تخميناتهم إيه اللي هيحصل، هل في قصة حب، هل مفيش قصة حب، إيه الخط بتاعهم هيوصل لحد فين. فأنا مستنية وهنشوف. احنا بقينا تيم واحد زي مرزوق الكوتش وبركات الدمنهوري كده. سلام يا صاحبي. وانت مفهوم؟ طبعا انت حاسس ان انا عايز اغلعك. وانت بتهددني؟ مفهوم مفهوم. Good luck. هو مين ده يا زين؟ هو اكيد اكيد في مقارنه وده شيء طبيعي وكلنا كنا متوقعينه، وانا عن نفسي ما كنتش خايفه منه يعني. وبالنسبه لفكره ان انت بتعرب عمل، فانا الفكره كانت عجباني وكنت حاسه ان هي هتبقى مختلفه ومختلفه عن اي عمل تاني موجود في السباق الرمضاني، وده الحته الحلوه فيه ان هو مختلف. وجمهور لما اتفرج على اول حلقه كان فيه له ايه ده، لا مش هيبقى حلو ومش عايزين نتفرج، بالذات الناس اللي هي كانت مهووسه بسوس الاصلي زيي كانوا خايفين ازاي العمل ده هيطلع، او هل هو هيبقى نفس الحاجه، او هل هو هيبقى مختلف تماما، او ازاي الشخصيات هتبقى قريبه من الشخصيات الحقيقيه. بس دلوقتي احنا في اليوم الثامن والناس الردود الافعال بقت كلها متحمسه ان هي تشوف الاحداث اللي هتحصل، متحمسه عشان حبت الشخصيات بشكلها ده بغض النظر عن السوت الاصلي. انا لسه بصور في اجواء رمضان، لسه مش عارفه ادخل فيها 100% عشان لسه بصور، بس في طقوس وعادات يعني زي كل الناس، يعني ما فيش اي اختلاف عن اي حد، بس طقوسي دايما تبقى ليها علاقه بالعيله وان احنا دايما مع بعض وبنعمل الاكل مع بعض، بنفطر مع بعض، بنسهر مع بعض، يعني كل الحاجات دي، كل الطقوس اللي انا بحبها قوي قوي. يعني ملوخيه، بحب الملوخيه قوي يعني، فحاسه ان هي ليه ما تبقاش موجوده كل يوم، ليه ما نفطرش ملوخيه كل يوم، ورقاق وسمبوسك، يعني كل الحاجات دي. لازم. شخصيتي في فيلم الجواهرجي شخصيه حالمه قوي ومرحه بزياده، عارف الناس اللي هي بجد طول الوقت مبسوطه وطول الوقت شايفه الحياه بامبي، هي بجد شخصيه كده تقريبا عكسي في حاجات كتير قوي، وده اللي شدني ليها ان هي هي صوتها عالي ودايما عندها افكار واراء وكده يعني، فعجباني. ابتدينا تصوير قبل رمضان بس لسه هنكمله بعد رمضان ان شاء الله، وهناك شخصيتي جد شويه اكتر من شخصيتي في الجواهرجي. يعني هي شخصيه جد شويه كده، ده اللي بيضحك، بس جد اكتر من جواهرجي يعني، بس هي بتحسب كل حاجه بالورقه وبالقلم، بس برضو شخص يعني بيحب المغامرة وبيحب ان هو يجرب حاجات جديدة. يعني شفت اعلانات كتير قوي، تقريبا اتفرجت على كل الاعلانات، واللي شدني قوي اعلان احمد مالك، عجبني جدا جدا لانه مختلف عن كل الاعلانات وعن حاجات كتير قوي بنشوفها، فعجبتني فكرة ان احنا نجرب حاجة جديدة مختلفة بشكل مختلف وبصورة مختلفة. ومخرج علي شاطر قوي، يعني شخصية تاريخية، مش عارفة والله يعني ما فكرتش تقريبا في الموضوع ده، بس مش عارفة شخصية تاريخية، بس أحب أن أنا أعمل قصة حياة فاتن حمامة مثلا، أو قصة حياة سعاد حسني. كنت أحب أبقى باليرينا مثلا، أحب أو أبقى طباخة، حاجتين مختلفتين تماما. أنا درست فنون تطبيقية، فأكيد كان في جزء من حياتي كبير قوي له علاقة يعني بالفن اللي هو ورا الكاميرا، يعني أكتر من اللي قدام الكاميرا، فده شدني لأن أنا
احب كمان الاخراج واحب الكتابه واحب ان انا اصور، فعلاقتي بالحته دي اكتر يعني. ما جربتش فيديو بس يعني، لا جربت بس لا هي صور يعني اكتر، بس مش بشاركها صراحه يعني خالص، بس يمكن في يوم من الايام هشارك الجمهور. انا بحب المهرجانات في العموم قوي يعني، بس مش ما فيش حاجه دلوقتي في دماغي معينه، بس هي تقريبا اكتر اغنيه سائده دلوقتي بالنسبه لي في رمضان ده اغنيه اكرم حسني. قلبي برضو ام بصرا عملتك وانت حره حاجه معلقه معايا قلبي كم ترايا ناشفه بس فيها بذره بتحب الضمير قلبك بطيخه صيفي قرعه